بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع لقاء جديد وسلسلة جديدة من المسارات التغذوية، وواحد من أهم هذه المسارات التغذوية في خدمة آلام المفاصل وآلام العظام. سؤال تكرر مرارا وتكرارا، ما الفرق بين آلام العظام وآلام المفاصل؟ في بعض الأحيان كما نقول بالمثل يدخل الحالب بالنابل ولا نفرق ما بينهما، ولكن هناك فرق. حين نتكلم على آلام عظام شيء ونتكلم على آلام مفاصل شيء آخر، لأن هناك شيء ثابت وشيء متحرك، فدائما تكون آلام العظام تكون موضعية، وغالبا ما توصف أنها حادة، أو حين يرتبط بالأكثر حين يكون هناك كسر ما في منطقة محددة بالضبط. فدائما يكون هناك شيء ثابت موضعي ومحدد. آلام المفاصل يكون في المفصل المصاب، يعني شيء متحرك، فدائما نقول مثلا لا أستطيع تحريك اليد، لا أستطيع تحريك الركبة، لا أستطيع تحريك، إذن في حركة. في العظام لا توجد حركة، يوجد موضع، هناك ألم في المنطقة الفلانية أو كسر في منطقة فلانية، إذن محددة. كيف أخفف هذه الآلام؟ هناك قاعدة، الآلام الأمامية نضع لها كمادات باردة، وباردة حين أقول باردة يفضل الثلج، يعني أحسن شيء الثلج، مكعبات الثلج. فأي مثلا حصل عندي ورم في الركبة، تمام؟ هذا ألم عظام، فبحط له كمادات ثلج، مكعبات ثلج. أما إذا كان الألم في الجهة الخلفية في الظهر مثلا، فتكون الكمادات إيش؟ ساخنة. إذن باردة ثلج أمامية وساخنة إيش؟ خلفية. رقم 2، والذي طالما تحدثنا عنه في كل تقريبا لقاء، والحمد لله يعني اليوم كل اللي بيرسلوني بيقولوا لي انه احنا ابتعدنا عن السكر الابيض والزيوت المهدرجه والطحين الابيض. وهنا ياتي تطبيق عملي، ان آلام العظام اذا وقفنا تناول السكر الابيض فقط لمده اسبوعين سوف نرى الفرق بدون اي تدخل. يعني ممكن ما احطش حتى مكمدات بارده، بس أوقف تناول السكر الأبيض ومصادر السكر المختلفة أسبوعين، حتلاقي إيش الألم بدأ إيش بدأ يخف. فما بالنا لو اتبعنا كل المنظومة التغذوية كلها كما يجب. رقم 3 مهم جدا طالما نسمع عنه، المعالج دائما ينصح بالمريض بأن يقلل من وزنه. ما هي حكاية الوزن؟ هلأ زيادة الوزن تزيد من إيش؟ من حدة الآلام، لكن إنه وزنه يقل هو ما خلص المشكلة، فممكن الألم يضل أو يقل بدرجة بسيطة جدا قد لا تذكر. إذن مشكلتنا مع الوزن هي الزيادة، عشان هيك دائما النصيحة الصحيحة هي المحافظة على وزن صحي. أنا بدي أشوف إيش وزنك المناسب ونصل إليه وحافظ عليه، عشان ما يصير في عندي مضاعفات، عشان ما يصير عندي مشاكل في هذا الوزن. ممارسة الرياضة سلاح ذو حدين، لازم هنا ممارسة الرياضة تكون بالتشاور مع طبيبك المعالج، حتى نشوف إذا طبيعة هذه الرياضة لا تكون إيش لا سمح الله مرفوضة أو معاكسة لطبيعة الألم وحدة الألم وموقع
الألم بشكل خاص. في بعض الأحيان يكون وجع العظام أو آلام العظام نتيجة تقلبات الطقس، تغير من الفصول، هناك بعض الدول نشاهد تغير واضح بين الفصول الأربعة، وهناك بعض الدول تقريبا نلاحظ هذه الآلام أو هذه التأثرات بالصيف والشتاء فقط. إذن بمجرد أن يكون هناك تغيير بدرجات الحرارة، يكون هناك تغيير في حدة الملابس وطبيعة الملابس، وهنا بعض الآلام قد تظهر في العظام نتيجة هذا الشيء، وخص بالذكر طبعا فصل الربيع وفصل الشتاء. وصفة سريعة في هذا الجانب، وهي خليط من زيوت القرنفل، جوز الطيب، السمسم والليمون. نأتي بقدر 50 ملل من كل زيت القرنفل، جوز الطيب، السمسم والليمون، نسب متساوية 50-50-50، ونخلطهم مع بعضهم البعض. وفي هذه الفترة الحرجة حين نشعر بهذه الآلام ندهن المناطق التي تؤلمنا بشكل جيد. هناك أيضا أوجه أخرى لآلام العظام، هناك من يشعر بآلام العظام مساء حين يأخذ مثلا قسط من الراحة أو النوم، وهناك من يشعر بها خلال النهار، وهذا طبعا يختلف بطبيعة الجسم والجهاز العصبي وقوة العصب عند هذا الشخص وقدرة تحمله لهذه الآلام. على سبيل المثال للحصر، قد تتعلق هذه بالطبع في أمراض. على سبيل المثال لدينا مرضى السرطان عافاهم الله، هم الأشد شعورا بآلام العظام تحديدا في الفترة المسائية وأثناء النوم. المرأة الحامل كذلك هي الأخرى تتعرض لآلام العظام، بطبيعة المرحلة وبطبيعة الحمل، فإذا كان هناك ثقل في الوزن كان هناك آلام أكثر، وإذا كان هناك ضعف في التغذية تحديدا كان هناك ضعف في المعادن والفيتامينات، وهذا ما يسبب لها أيضا آلام شديدة جدا قبل تحديدا الحمل. ومنها ما هو يدخل في ضمن الظواهر المرضية، ومنها ما يعرف بالتهاب عظم العانة العفوي. وإذا اتباع الحامل لنظام صحي تغذوي في فترة الحمل أو في فترات الحمل المختلفة، لأنه هناك ثلاث فترات لديها، أول ثلاث شهور والثاني والثالث طبعا، وكمية العناصر اللازمة كيف تأخذها طبعا يقيها من كل هذه الألام. وهنا الشيء بالشيء يذكر دائما، وقد يعتبر واحد من أشهر الأخطاء الشائعة، ونؤكد أن الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 أشهر هي أفضل وقاية لعلاج آلام العظام. ليس هذا فقط، بل أيضا تقي من حالات هشاشة العظام وتؤخر من ظهورها مستقبلا. إذن وصفاتنا لهذا اليوم، والتي تعمل على تخفيف آلام المفاصل والعظام، سوف نختار وصفة لتخفيف آلام المفاصل ووصفة أخرى لتخفيف آلام العظام، لأنه كما ذكرنا هناك فرق. الوصفة الأولى هي تخفيف آلام المفاصل، وهذا طبق بسيط مكون من الحمص المسلوق، الزبدة، والشطة الحمراء الناشفة الشيلي، زائد بقدونس وزيت الزيتون. إذن هذا الطبق، الحمص المسلوق
نسلق الحمص جيدا ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الزبدة أو قطعة صغيرة من الزبدة ونصف ملعقة من الشطة الحمراء الناشفة وقبضة يد من البقدونس وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نخلطهم مع بعض وتناول هذا الصنف وخلال تقريبا يعني 72 ساعة تزول هذه الآلام تدريجيا، يعني أنا لا أنتظر 3 أيام حتى تزول، وإنما كل يوم هو أحسن من اليوم اللي قبله تدريجيا حتى تزول هذه الآلام. أما وصفتنا لتخفيف آلام العظام فهو طبق ظريف وطيب المذاق مكون من المقادير التالية، وسجلوا معايا هذه المقادير. لدينا البروكلي، قطعة من البروكلي 400 جرام، الفلفل الحلو ويفضل اللون البرتقالي حتى نحصل على مصدر البيتا كاروتين حبة واحدة، الثوم، وطبعا فوائد الثوم أنتم يعني اليوم عارفينها جيدا، نأخذ فص إلى 3 فصوص من الثوم، الجمبري أو القريدس أو الروبيان 350 جرام مطبوخ مسبقا، الكينوا ما يعادل 100 جرام من الكينوا، ونضع الآن بعض المنكهات على هذا الصنف وهي طبعا ذات فوائد مثل ورق الزعتر، ورق الريحان، نضيف الكركم، نضيف الفلفل الأسمر حتى يساعد على امتصاص هذا الكركم، الليمون كوسط هام جدا في هذه الوصفة، وملعقة صغيرة أو كبيرة من زيت الزيتون حسب الكمية اللي عاملينها، ونصف ملعقة صغيرة من ملح الهملايا. إذن هذه المقادير مع بعضها البعض المضافة على العنصر الرئيسي وهو الجمبري أو الربيان أو القريدس يعطي قوة للعظام ويخفف من آلام العظام. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.